شوفها وقلنا اش كتفكرك. قلبي اللي تيحس بالسبب اش كتبقى تشوف التصويره ديالها باش كتحس؟ كنعس اختي والله ما كنعس بالله كنعس. تحشتيها بزاف باش ليه ما عندوش الحدود كاع لي شركات معاك جبنيات عتات معاك طحات معاك بالقليل وبالغالي طحات معايا بالمعنى الكلمة هاديك بنت الناس ونطلب دابا الله سبحانه وتبارك وتعالى كيما قالت لي اسمح لي كنقولها مفتاح عليك الدنيا والآخرة تعذبتي معايا كنقولها مفتاح عليك الدنيا والآخرة عمر كيما تقول لي انا تعذبتي عمري انا ما نتعذب عليك انا ديما هاز القربه على كتافي ومالقوت عييت بحال هازك انت يا اختي والله يرحمك والله يرحمك وراك انت معاك بنياتك الله يرحمك يا بنت الناس قاسيت معايا بالكثير وبالقليل عمري شت منك شي كلمه العيب واخا تنخطا انايا كتهز ليا بالي واخا تنخطا كتهز ليا بالي ومساعداني بقي المرحلة أي حاجة عمري لقيت العكس معاك ولقيت معاك شي حاجة اللي خايبة لا تبلاصتها كبيرة كبيرة ماهيش لحد كبيرة البلاصة ديالها كبيرة 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 بزاف خلات أخواتها من قلبي وبقات كبيرة وخا أخواتها من قلبي أنا كنشوف دوك التصاور كنبقى نبكي كنبقى نبكي بزاف إلا ما خلاتني دابا مبقاش كنعس لا الليل لا النهار قاسيه كنبقى نشوف كتقول لي انا محجوبه ولد الناس راه اختك يضربك الخلا هذيك الكلمه عمرها ما تنسى ليا تعرفت اش كتسوى اللي ما حس بالمراق ما نحسبوش راجل صراحه الله والله يسمح لينا منهم الاولى والثانيه الله يسمح لينا منهم قاسات معايا مسكين كبيره بزاف كبيره ما لهاش لحد كبيره بلاصه مسكينه كبيره بزاف عندما تنشوفها كنتفكر كنبقى نقول راه معايا ملكة راه حدايا ملكة وابنية ذكرى توحشوك وكيداهمك بالرحمة بنتي الله يرحمك ووسع عليك اليوم الدنيا وفضل الآخرة الله يرحمك ووسع عليك الله يرحمك ماما كيخطاوك من الدار لا تيخطاونيش تصورة ديما معلقهم أنا بالحياة كيحيدوهم لبناتي حتى يحيدوهم لبناتي مكيخليهمش ليا معلقين كيشوفك كتألم شحال من عام باش ماتت راه زيلتي 5 سنين قريب بحالك 5 سنين 5 سنين وانت باقي على بكية وحدة بزاف ما قدرتش نهزر دوك الوليدات ما قدرتش ورمات عليا العار بزاف قالت لي وليداتي بقاو بين يديك وليداتك هادوك وتهلق وصات مجاومة وخا صغيرة ناقة صغيرة كبيرة شي شوية اللي باقا كتعقل قلت لها تهلي في باباك وحلو في باباكم نشوف انا واش نعيش ولا ما نعيش كنقولوا لك يقولوا لا لا وكنقولوا لا لا ما تقولش هاد الهضره كنقولوا تسعي كنشجعها كنقولوا لك ما تقولش هاد الهضره طلبي الله سبحانه وتبارك وما تعرفي شنو كاين اما ربي ما يخيب من الظن مع الله وانا اللي جا القدر من عند الله اللهم لك الحمد ما عندي ما ندير ما عندي من عند ربي الكريم حمدتك يا ربي هذا الشيء القسم يالله معاه هذا هو الحل هي كتموت وكتوصي وليداتها عليا بزاف تهلا بباكم وليت صمتوا لباكم بزاف بصات بزاف مسكينه البنيات بزاف 5 سنين وانت هي ما قدرتيش تنساها كاع لا شنو قدمت لك هي شنو اللي خلاك انك تبقى حازن عليها الى حدود الساعه حسيت عليها ما قدرتش نهجر دوك الوليدات دوك الوليدات ما قدرتش نهجرهم حيت علاش باقيين صغار ما عارفينش دوك الوليدات شنو ذنبهم من غادي نتزوج عليهم ولا ما نقدرش داك الحماس ما عنديش انا ما بقاش عندي داك الحماس ديال هذاك الزواج ما نكذبش عليك بنت الناس ما بقاش معلوم بغيها ويني دابا جات الله من جات الله من عند الله ما بقي قدرت الحمد لله يعني بحالي باقي ما تيقتيش الوفاة ديالها لا ملي كنشوفها بالصورة بالليل كتجوق بحال هي مسكينة تقول لي كي دايرين ولياتي كي داير انت محجوب مع البنية تنقول الحمد لله الحمد لله بان فيق ما كنلقى حتى واحد وتعبي تطير عليا الناس نبقى فايق كتجي عندك بالليل بعض المرات كتجي مسكينة
كتبقى تحل الباب بحال اللي كتهضر معاك. والبنات هذا كيجيني بالحلم، كنحلم تتوقف عليا في المنام، تتوقف عليا ويلي ما كان بيق ما تلقاهاش مسكين. تنوض نضر على البنيه تلقاهم ناعسين، ما لقيتهاش صافي كنبقى فايق ما يجينيش النعاس. سي محجوب ماتت الزوجه اللي كانت جمع وليداتها وكانت معاونك حتى على الوقت بزاف. معنى الكلمه واحد الظروف اللي هي صعيبه صعيبه بزاف بزاف، خلاتك تحت عتابة الفقر بزاف، عجوج ديال البنيتات بزاف اختي. ربما نتوما ساكنين دابا في ديور ديال الصفيح، فاش توفات شنا الناس خداو حقهم وناس ما خداوش، شنو اللي خلاكم نتوما ما مستفدتوش من ديور الصفيح؟ ما خلانا اختي باش ما خديتش ديور الصفيح، ما لقيتش باش نخلص هاد السكن، ما كرهتش ما عنديش مدخول اللي غادي حاشاك كنمشي نسرحي القواس حتى وجهك كنمشي دابا عيطوا لي الناس بحال هكايا بهاد البريكولات، تمشي تسرح لهم القواعد ديالهم زناقي ولا لا ديور ولا كنمشي نفك داك المشكل وداك الشيء القسم الله كنجيبو من عندهم باش كنعيش انا ودوك الوليدات. انت كنت خدام في حارس ديال واحد واحد البركاسة ولا واحد ديال النفايات، ما بقيتيش خدام فيها علاش؟ ما لقيتش داكشي اللي كنت غادي نبقى ندير فيه، ما لقيتش على ما غادي نصد ينبا كنصد ليك كنعطي راسي الاتجاه ديالو، ما كنلقاش نفتح في وجهي. مشيت لمجلس البلدي داروا لي هاد الباج هذاك بالعيط. شحال كنتي كتخلص واش كنتي كتحضر داك لا لا ما كانش يخلصوني. ما تيعطوني حتى ريال. ايوا ما هي الوجه بحال وجهكم مع محسنين. انا الوجه بحال وجهكم، هما اللي كيشوفوا المحجوب راه كيتكرفص في ديك البركاسه، كيشوفوني انا عندي لي تامه، كيتعاونوا معايا على دوك لي تامه، كيشوفوني نقي ديك الحاله ديالهم هذاك الحي، كلشي كيرمي الزبل تنقيها بالصباح الى العشيه. دابا فاش خدام انت؟ دابا مريح. نكذب عليك بالناس مريح، إلا جاني شي بريكول بحال هكايا نمشي نسرح هاديك القوادس، كيكونو دوك لونكارات عامرين نقسم لعباد الله ونسرح لهم الزناقي ديالهم داك كيكون فايت عليهم الماء وكنسرح هادوك القوادس تنلقي تيقولو لنا الله يسمح لنا منك راه تيعطينا موجك راه قليل، واني كنقول لهم الله يجعل البركة أنا ما تنكونش أنا طماع، كنقول لهم أنا عندي واحد البنية ترى أنا يتامى راه كنجي على طرف الخبز للوليدات. هادشي اللي عطى الله ما نكذبش عليهم اللي كاين تنقولوا لهم صراحة الا بنت نس ما كنقول شي حاجة اللي هي خارج القانون، غادي واحد النية ديالي حسنة ماشي تنقول نعيش بالحرام الوليدات، لا الا ما عركت عليه ولا ما جبت لهم ديال الحلال عاد ياكلوه، هذا هو اللي قسم الله بالناس. مدرسة شنو القراو؟ والله يخرج لك يوم الخير. نتمنوا الله تمنوا الله اختي الله يخليك صحتك ويخرجك يوم الخير. تمنوا الله. طالب شنو هي رسالتك؟ طبعا انت ماشي بغيتي غير تقتسم الحزن ديالك مع ديال اولا الالم ديال فراق الزوجه ديالك، وانما عندك حتى مطالب ليهم. كنطالب اختي راه عارفيني اكثريه تما راه عارفاني، واللي بعيد اللي ما عارفنيش كنطالب يتعاونوا معايا الناس المحسنين على هاد السكن لهاد البنيات، ويحسوا تا هما البنيات راهم تا هما تحولوا لذاك السكن ديالهم ويفرحوا، وراه أجر ما يضيعش عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أجر راجل هاد الإتامة. أنا قبل ما تنحس براسي اللي كنحس بيه هاد البنات ما قدرتش نخليهم يمشيو يضيعوا ضحايا. شحال هو رقم التليفون ديالك؟ صفر ستة ثلاثة وخمسين قراه كتعرف تقراه؟ لا حال كنت كنت نقرا كره لاباس. صفر ستة ثلاثة وخمسين قراية اللي ما قريت قراية 24 صفر خمسة 31. طبعا غير انه كيعيش الم ديال الفراق مع الزوجة ديالو ولا يحسن العوان والفراق ديال الموت هو صعيب وصعيب بزاف،
لكن عنده معاناه اخرى اللي هو عنده جوج بنيتات صغيرين باقيين صغار اللي كنخرجهم من القرايه ولكن رجعهم ما قدرش يشوف بنياتو كيضيعوا كيعيشوا في هاد الظروف اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف كيطالب اللي يقدم لهم يد المساعده خصوصا انه كان كيمتهن الحراسه ديال البركاسه كيف ما قال لنا يعني ديال لابوبيل ديال حاويه النفايات واش واحد اللي كيقابل هادي راه هذيك خدمه كلشي فيها الفلوس راه ما فيها والو يعني غير الا جادوا عليه الناس وصافي الا جادوا عليه المحسنين من جودهم نتمنوا اللي ساعدك ونتمنوا اللي يعاونك ونتمنوا اللي يشد بيدك لبنيتات على الاقل رسالتك الاخيره ونتمنى رسالتي الاخيره الله يجعل ربي ونطلب الله المحسنين ما يتخلوش عليا وعلى هاد البنيات راه أجرهم عند الله سبحانه وتعالى ما يضيعش كنقولها كرارا ومرارا ونطلب الله والمسؤولين ونطلب الله وصاحب الجلالة تا هو يرد البال هاد الانتفاهات هي والمسؤولين تا هما يردوا البال هاد الانتفاهات واللي حسوا بهاد الإنسان اللي عنده اليتامى وبيت الله والمحسنين يتعاونوا معايا ولا أي جمعية تزبي ديرها العشاء الله والغدا الله مره نتعشى مره ما نتعشاش انا وياهم مره نتغدى مره ما نتغداش وكل نهار ورزقو انا ما عنديش خدمه اللي هي مداومه باش غادي نقول انا وفر لبنياتي داك الشيء اللي بغاو راني كنحس به وما وصلت ليه تحسك من القلب ديالي وكرد النفس ديالي وكرد قلبي بس علاش دوك البنيات ما وصلت لهم داك الشيء اللي بغاو باش حتى هما يفرحوا حتى هما يقولوا بابا راه دار لينا بابا راه فرح بينا قلب فرح بوجهي وكان فرح بداك الشيء اللي قليل وانا حسيت بيا حتى هما يا ما تقدرش بابا ما يكون على الخير ما تخافش بابا ما يكون على الخير وبيض ضمنا نتمنى الله حتى هما يا تبارك وتعالى راه هما يا بركه ديالهم من عند الله سبحانه هو يا يعني انتايا كتشوف انا عندك وليدات اللي الام ديالهم توفات وخلاتهم كتحاول تعوضهم داك الحنان ديال الام والحنان ديال الاب وراه ما كاينش بحال الام طبعا يعني الام كما كنقولوا خصها الدرام دوز لك بها نهار الوليدات تقاد لهم تعطيهم تصوب لهم تفرحهم صح للاسف نتمنى لها الرحمه والمغفره يا ربي يا بلجيبي نتمنى لك الصبر نتمنى الله يا ربي اختي يا بنتي ونتمنى ربي يعاودك باللي فيها الخير نتمنى الله اختي يا ربي وهاد الخطوات ديالك تكون عليها بالرحمة الزوج ديالك الله يرحمها مليكة مليكة الله ينعم عليها بالرحمة الله نتمنى الله اختي يا ربي كتدعي معاهم ديما كتصلي وديما تنتهى معاها في كل وقت في كل وقت كنتهى معاها الحمد لله يا رب ديما كنتهى مع هاديك السيدة الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميعها كانت مزيانة بزاف بزاف ما فيها لا كبر لا والو ماضعة مزيانة شعبية فرحانة كتفرح بالحباب الوجاه خرجوا لها البنيات تا هما الحمد لله هادي زاوية كانت زاوية حق الله ما توقف هي على الطابلة حتى ياكلو هما وهي راه كدور تجيب هادي تجيب هادي عاكولو عاكولو هادي ما عمرها تحيد منها القاعدة كانت مهلية فكرة مع انك ما كنتيش عندك الامكانيات ما كنتيش لاباس عليك ما كنتيش كتحس بيا بصح كتحس بيا وكتعاونني معقول مزيان صراحة لله الله يرحمها كانت معاونة انا وكانت قاسية معايا وهزة معايا الزمان حتى هي الله يرحمها صراحة لله الله يرحمها تحن في وليداتها بزاف تحن في وليداتها وتحن في عجوزتها وتحن في الواساتها وتحن لا اللي ما البعيد ولا القريب كتحن كلامها زين فاش كتشوف انت هاد الصوره ديال الزواج ديالكم الصوره تي راه كنجبد انا البنيات كنبقاو نشوف هاد التصويره تنبقى كيقول لي بابا كنت حتى ماما قدامك كتقول لي مسكين الله يرحمها وكا كنخرجوا بحال هكاك ان شاء الله جيبوا العز وجيبوا الشجاعه لباباكم وليا لا بقيت حيه لكم مسكينه هادي نهار الخطبه ديالكم هادي ديال الخطبه هادي ديال الارواح ديالها مسكينه هادي باش راحت رغم دازت على هاد الصوره هادي سنين ورغم انها توفات هادي اكثر من 5 سنين باقي الدمع على عيني ناقه خيرها كبير عليك بزاف ماليش الحد تنعاود نقولها كرار ومرارا ماليش الحد اختي هاديك السيده ديرها مسكينه هاديك السيده ما
ماليش لحد اختي، ماليش صراحة. لا صورتها اللي تسمو صورت هذوك ديال الملك، هذيك صورة الملك العائلة ديالو كانت معلقة الصورة، تيحيدوهم معلقهم يحيدوهم بناس مساك الله يحسن العوالي تيبقى يهبطوهم يشوفوا فيهم. الله يرحمه ويوسع عليهم ويرحم جميع أمتنا محمد. فاش كتجيك في المنام قلت لي كتحلمها يعني كتوقف على كتوقف عليا في المنام نشوفها مسكينة قاعدة ملقاهاش. أعوذ بالله من الشيطان. صباح تنقول للبنية تنقول لمرا أمك مرا وبات عليا البارح. باش ماتت؟ باش ماتت المرض ديالها كلاوي عندها، كانت تدير الدياليز دياليز طول معاها شي 5 سنين واقيلا ولا ما ولا 6 ولا 4 سنين هي في الدياليز. قاسينا معها الحمد لله الله يرحمها عانات حتى هي بزاف عانات. واحد عانى نصين مليوح حنا البنية مليوح حنا باقي صغار، وانا نصي في السبيطار نمشي جوج مرات للسبيطار ديك الساعة نجمع حاشاك هاديك البركاسة ونجمع حق ونجمع شي بركة اللي كاينة ونتقدى ليها شي لعيبات اللي يصابوهم ليها الجيران، ونركب حاشاك على البيسكليطة ديالي ونمشي عندها السبيطار تندخل عارفين السكيتيري كلشي ماجورات كلهم ما تعرفوا عليا على هاديك الحالة ديالي. ندخل عمر خايب شي واحد ما خايب ليا في الدخلة، انا ندخل عندها ما عمر شي واحد ندخل كل وقت كبلا وقت عندو المرا ديالو الله يحسن الاوان. هذا راه اش كاين واش كاين مخلص تعرفت بزاف قليل ان باش تلقى انسان مخلص لدرجة. ها قليل باش تلقى راجل مخلص لدرجة. اه نشكرهم حتى هما من هذا المنبر حتى هما هذوك الناس حتى هما نشكرهم من هذا المنبر حتى هما تيستقبلوني ما تيعمرو ما خيبوا لي صراحه الله لا مازورات ولا سيكيتيري ديال السبيطار تيدخلوني يقول هذا السيد راه وحداني المرض ديالو راه وعندو البنات باقيين صغار والمرا ديالو كدير واحد الدياليز كديرو ضروري يدخل عندها صراحة الله. عمر مخيبو ليا ظني ولا عمر معكسو ليا شكرا ليهم تا هما من هاد المنبر تانا كنقولها ليهم فهاد عمر مخسرو تيا الخطر ديالي صراحة الله ويساعدوني في أي حاجة. ونهار اللي توفى نهار اللي قال العلاج صافي ما قالك الطبيب قالك صافي غادي ديها المحل ديالك. فاش كانت كتوفى على من كانت كتوصي؟ ها فاش كانت كتوفى على من وصلت؟ وصلت على بنياتها هما اولى وقالت لي تهلا في راسك تهلا في راسك تهلا في راسك. نقول لها ما تقولش راه كتفشليني تهلا في راسك. نقول لها لا شجعيني وشجعي راسك. لا محجوب انا ولدي اولد الناس انا محاشي غادي نعيش محاشي غادي نعيش اولد الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله هذه فرصة أننا نبين لكل متتبعي قناة شفتي الظروف اللي أنت تعيش فيها اللي هي ظروف صعيبة وصعيبة بزاف، خصوصا أن عندي ثلاثة ديال البنات. ثلاثة ولا جوج؟ عندك أنت وبيتها؟ لا عندك البنيتة ثلاثة ولا جوج؟ لا جوج بنيات. عنده جوج ديال البنيات اللي باقيين صغار وكيقراو، يعني نحاول أننا نبين قمة يعني الفقر والمعاناة والألم هي فاش كتدخل الكوزينه المغربيه وتلقاها بحال هكا. يعني راه ماشي كوزينه طبعا، هذه غير واحد الحجره فوقها فوق هذه، وعنده جوج ديال البنيتات باقيين صغار. فمن غير القصه ديالو اللي حقيقه كتبين مدى الحب ومدى الوفاء كتبقى حتى المعاناه اللي بغينا نسلطوا عليها الضوء، اللي بغى يقدم ليه يد المساعده ويعاونوا راه ما عندوش راه ما فحالوش. الفقر المدقع والصورة غنية عن التعبير، اللي بغى يعاونو أجركم عند الله عظيم، هو حاجة ماسة للمساعدة. في كاين ناس البنيتات هنا في كانت البلاصة غيرت في الدار كنا الناس كاملين هنا في الأرض مجموعين في الأرض تحيدس علينا مال الدار كله. كانت البنية الصغيرة تتنعس بيا قالت لي كبرت ابابا لا ما بقاش الناس حداك، يعني ديك الصغيرة حياة الناس حداك ابابا غنمشي للبيت الاخر ديالنا الناس فيه والاخرى كتنعس تما كاين بحال هاديك كبرت شي شوية. وهادي حتى هي بعد فقط حتى هي قالت لي لا بابا نمشي الناس حدا في بلاصتي انا الناس في بيتنا الناس ديال بلاصتي بوحدي حشومة بابا الناس حداك انا كبرت. ايوا ما بقى لي ما نقول لها دابا اللي عطا الله هذا بنيتي يرضي عليك والله يرحم
يحفظ الدار ويرحم أبي رخشي أبي 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 جامي آه آه لا حل كواح هديك العصاية جل جبل طبعا الدراري الصغار عاد دخلوا ما غاديش نبينوهم نتمنوا ليهم حياه احسن من هذه ونتمنوا ليهم النجاح يا ربي يا ربي اختي الدوار دخل هما يخرج لك الله فيهم الخير يا ربي اختي صبر كبر معاهم يا ربي يكون غير الخير ان شاء الله حزوينه تبارك الله الله يحفظهم لك ويرعاهم لك صحتك كنجي في الفرحه في وجهك فاش شتي وليداتك بزاف وليداتك هما اللي مخلينك تعيش ما طوعي فيا سلام بابتي لاباس شي مدرسه واش تقولي تعالي بنتي تبتي لا لا ما تهضرش لا خليها هي نتمنوا لها التوفيق ونتمنوا ربي يسهل عليها وتقرا وتوصل وتحقق جميع الاحلام اللي ما تحققوش ليك انت في حياتك هذاك الشيء اللي فات اليوم على كل حال مشاهدي قناه شوف تي في هنا غادي نقول لكم دمتم بألف خير ورقم الهاتف ديالو اللي كنا ذكرناه قبل لا قليل اللي هو 06 53 24 05 31 اللي بغى يعاونوا على الوليدات اللي بغى يقدم له يد المساعده دمتم بألف خير والله يحفظنا ويحفظكم جميعا لكم ان شاء الله رب العالمين.